هلال. هذه العملية ما هي إلا مثال من ضمن أمثلة كثيرة جدا. إذا كان نجحنا اليوم باش نستلم 45 مكثف أكسجين بالإضافة إلى مولد أكسجين بالإضافة إلى بوستر اللي هي الآلة اللي تسمح لنا باش نعمر القراعي متاع الأكسجين. الفضل يرجع للتنسيق المحكم اللي موجود بين الوالي ولاية أدرار، لأن هذه الأجهزة موجهة لمستشفى أدرار، بين والي ولاية أدرار والهلال الأحمر الجزائري المحلي والوطني.